شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ محمد بر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فمع المجلس الثاني من مجالس التيمم والتي تتعلق بسبب مشروعيته، فقد شرع الله سبحانه وتعالى التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله فيهما، وثبت مشروعية التيمم في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى، سبق أن بينت ذلك وما وقع فيه من خلاف، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. تواتر الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فإن أئمة المسلمين سلفا وخلفا مجمعون على مشروعيته، على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه لمرض أو نحوه لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. ما سبب مشروعية التيمم؟ شرع التيمم في شهر شعبان سنة 6 من الهجرة على قول في غزوة المريسع، حين انقطع رقد لسيدة عائشة رضي الله عنها، ولما لم يجد الصحابة رضي الله عنهم الماء، فعن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، اللهم صل عليه وعلى آله، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيدي على خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين أصبح، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال سيدنا أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وهذا الحديث في الصحيحين. وغزوة
بني مصطلق أو المريسع. قال الحافظ ابن حجر: أما المصطلق فبضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام المصطلق. قال: وهو لقب واسمه جذيمة بن سعدين. نعم، بطن من بني خزاعة. أو المريسع، المريسع كما قال الحافظ بن حجر أيضا بضم الماء وبضم الميم وفتح الراء. قال: هو ماء لبني خزاعة بينه وبين بني فلان، بني ربما بني الفرع مسيرة يوم. نعم، وقد روى الإمام الطبراني رحمه الله قال: كنا من حديث سفيان قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسع، غزوة بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة في شعبان من السنة الخامسة للهجرة على رأيهم. فكما قلت، وقع اختلاف بين علمائنا وبين علماء السيرة في زمن هذه الغزوة، فهي عند ابن إسحاق في السيرة أنها في سنة 6 من الهجرة كما ذكرنا. وعلقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المغازي باب غزوة بني المصطلق، وعند ابن سعد في طبقاته، نعم، أنها في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. ووقع في صحيح البخاري في كتاب المغازي باب غزوة بني المصطلق، وقال موسى بن عقبة في سنة 4. قال حافظ في الفتح: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة 50 فكتب سنة 40. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم أنها في سنة 5، في سنة 50. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في شعبان في سنة 50، لأنه في سنة 50 من حيث اللغة، لأنه ثبت في حديث الإفك عند البخاري أن سعد بن معاذ رضي الله عنه تنازع هو وكذلك نعم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه تنازع في شأن أصحاب الإفك. هذه حجة الحافظ بن حجر. قال: فلو كان المريسع في شعبان في سنة 6 مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه غلطا، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات أيام قريظة، وكانت في 50 على الصحيح، وإن كانت كما قيل في سنة 40 فهي أشد. فيظهر أن المريسع كانت سنة 50 في شعبان على الراجح إن شاء الله تعالى كما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة 50 أيضا، فتكون بعدها، فيكون سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا في المريسع، ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة. وبهذا نجمع بين أقوال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ولله دره. وسببها أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلمه فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا: من الرجل؟ قال: منكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل، فأسير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدا حتى نستأصله. فقال الحارث: فنحن على ذلك، فعجل علينا. فقال بريدة رضي الله عنه:
أركب الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي، فصروا بذلك منه. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج، فكانوا 700 مقاتل و30 فرسا، وكان خروجهم في شعبان لليلتين خالتا منه سنة 50 للهجرة، كما رجح الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. وخرج معه كثير من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر الغفاري رضي الله عنهما. وكان الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق، كان قد وجه عينا له ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فضرب عنقه. لما بلغ الحارثة مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغ الحارثة أقول في قلبه وأنه قتل عينه سيئ بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسع فأغار عليهم وهم غارون، أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وأصاب يومئذ جويرة رضي الله عنها. وهذا الحديث في البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا من يعني قتله، أما من جنح إلى السلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معه ذلك. وهناك رواية ضعيفة كما ذكر بعض أهل العلم، منها ما ذكره البيهقي رحمه الله في دلائله، في دلائل النبوة عن الواقدي، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فنادى في الناس يقول لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون وقتل منهم 10 منهم حامل لوائه. فالعلماء قالوا هذا وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء كما في الصحيح. ولا أريد أن أذكر ما في هذه القصة من الفوائد وما فيها من السياسة الشرعية، فهذا يخرجنا عن المقصود. إذن سبب مشروعية التيمم يرجع إلى الواقعة التي وقعت للسيدة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبب نزول فرض التيمم هو ما وقع لها في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسع، حينما أضاعت عقدها وحان وقت الصلاة وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم كما ذكرنا القصة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، حيث أخبرت أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، وأقام الناس معه إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم كما قالت السيدة عائشة. وذهب بعض أهل العلم، وهذا سبقا أشرت إلى خلاف الواقع بينهم في المسألة، إلى أن الآية المعنية في قول السيدة عائشة رضي الله عنها فأنزل الله آية التيمم هي آية النساء. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام القرطبي رحمه الله وابن كثير في تفسيرهما، وأورد الإمام الواحد رحمه الله في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، واستدلوا بأن آية المائدة تسمى بآية الوضوء، وأن آية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. نرجعوا إلى ما قرره الإمام الواحد في أسباب نزول القرآن، وإلى الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي رحمه الله، وإلى تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله.
وهذا سابقا أشرت إليه في الدرس الماضي وما فيه من الفوائد واللطائف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية المعنية هي آية المائدة، وممن ذهب إلى القول إلى هذا القول ابن عربي رحمه الله وابن عطية في تفسيرهما، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. نعم، رجعوا كذلك إلى أحكام القرآن الإمام ابن عربي، وإلى المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، وإلى فتح الباب، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من رواية عمرو بن الحارث في كتاب التفسير في سورة المائدة، وفيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، والحديث في صحيح البخاري. الحافظ بن حجر رحمه الله قال في الرد على دليل القول الأول، وخفي على الجميع ما ظهر البخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث. وهناك من ناقش دليل القول الثاني بأن البخاري رحمه الله ساق حديث عائشة رضي الله عنها من طريق آخر في كتاب التفسير في سورة النساء، باب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذه الرواية تشعر بأن آية التيمم هي آية النساء، فلهذا هناك من قال أن كلا الآيتين تسمى بآية التيمم. لماذا؟ قالوا لأن البخاري رحمه الله ساق حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في كتاب التفسير في سورة النساء، وساق الحديث أيضا من طريق آخر في كتاب التفسير في سورة المائدة، باب فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكان البخاري رحمه الله أراد، وأنا يعني يعجبني متاعب البخاري رحمه الله تعالى، ففيها ما فيها من الأسرار والأنوار. قال المسلم فضله، قلت البخاري أعلى، قال المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، وفق البخاري في تراجمه. فقال فكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الآيتين تحتمل لكل واحدة منهما آية التيمم، يعني أراد أن يبين الإمام البخاري رحمه الله أن الآيتين تحتمل لكل واحدة منهما آية التيمم. ثانيا قالوا أيضا أن التيمم لم يذكر في القرآن العظيم إلا في آيتين، في سورة النساء وفي الآية التي في سورة المائدة، والصورتان مدنيتان، وقد تطابقت عبارة الآيتين في تقرير حكم التيمم تطابقا كاملا. وإن زادت آية المائدة بكلمة منه، وقد بينا ما في ذلك من الأحكام، فبعد ذلك نقول إن آية التيمم هي إحدى الآيتين، وإن الآية الأخرى ليست بآية التيمم. هذا الرأي قال لا يمكن أن نخصص إحدى الآيتين بآية التيمم إلا بدليل صريح يدل على ذلك. ومن ثم تردد الإمام ابن عبد البر رحمه الله في المراد من الآيتين، حيث قال ألا ترى قوله فأنزل الله آية التيمم، وهي آية الوضوء التي ذكرت في تفسير المائدة، أو الآية التي في سورة النساء. فقال ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين، وذكرنا قوله سابقا. ثالثا أنه بهذا القول يمكن الجمع بين القولين، ويمكن أن نوفق بينهما، وهذا أولى من ترجيح أحد القولين على الآخر، هذا ما رآه بعض أهل العلم. وقد سمعت للشيخ الجليل العلامة الكبير سيدي مصطفى بحيوي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في شرح على صحيح البخاري يقرر أن آية التيمم هي آية النساء، لأنه لم يرد فيها ذكر الوضوء، ولهذا ذكر أبياتا حفظه الله فقال وآية التيمم المذكور في سورة النساء على المشهور إذ لم يرد وضوء بها فلتنتبه من خطأ الوهم لدى من يشتبه، أي لأن السورة فيها اشتباه، ف
فالتيمم كما قلنا شرع في السنة السادسة أو الخامسة للهجرة على القول الراجح. قال الشيخ الإمام سيدي بلحيوي حفظه الله: شرع متأخرا عن الوضوء، لأن الوضوء كالغسل شرع مع الصلاة. وقال هذا ما قرره المحققون، وذكر كلاما ورواية عن ابن عبد البر، ومن يرى غير هذا إلا جاهل أو معاند. وهناك إشكال، سورة النساء كانت قبل سورة المائدة وفيها ذكر الوضوء، فهل شرعت طهارة البدن قبل طهارة الأصل؟ أي هل شرع التيمم قبل الوضوء؟ الجواب كما قال شيخنا حفظه الله في شرحه على صحيح البخاري: الوضوء والغسل كانا معا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا متوضئا، والوضوء فرض بالسنة. هنا يزيل الإشكال، الوضوء فرض بالسنة، فنزوله في المائدة أخيرا أي بعد آية التيمم. وهذه من المسائل التي ينبغي أن تحفظ، وهي لا تعرف إلا بعلوم القرآن. إذن الشيخ الجليل أزال هذا الإشكال، جزاه الله خيرا ونفعنا بمحبته وبعلومه. فإذا لا بد من العناية بالعلوم الأخرى في فهم أي نص من النصوص. فإذا لاحظ كيف أن علوم القرآن هنا ينفع مع علوم الحديث، وخاصة ما يتعلق بالمكي والمدني، وقد ذكروا فوائد وضررا في هذا الباب. فمثلا في الأحكام في باب النسخ وباب التخصيص، يقول العلماء الأصوليون: يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا، يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا، ولا يعرف ذلك إلا إذا عرفنا زمانه. فمثلا إذا قلنا هذا مدني فيه حكم معارض لآية مكية، فالمدني إذن ناسخ لأنه المتأخر، وليس في المكي والمدني، بل حتى في المكي نفسه، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بين المعارضة بين المكي والمدني، بل حتى في المكي نفسه. مثلا إذا وجدنا صورة مكية متأخرة مع صورة مكية سابقة أو العكس، أو وجدنا مدنية فيها، وجدنا حكما سابقا في آية مدنية وحكما لاحقا في آية مدنية وبينهما تعارض، فإن المتأخر في زمانه ينسخ. فإذا الأمر يتعلق بالمكي مع المكي وبالمدني مع المدني، لأن النسخ يشترط فيه معرفة التاريخ. وهناك من العلماء من الأصوليين بالخصوص من يعتمد عليه في التخصيص، يقولون: يشترط في المخصص أن يكون متأخرا، لأن التخصيص نوع من النسخ. ربما إحنا هم الذين شهروا المسألة ودافعوا عنها في مواطن. أما عموم أهل الأصول فلا يشترطون المخصص أن يتقدم أو يتأخر، وإنما يجوزون ذلك، أي يجعلونه من التمام، وجاز في المخصص التأخير وليس شرطا فيه، فخذ يا خبير، كما في ابن عاصم. ولهذا أقول كما قرر العلماء المحققون: الوضوء سابق في التشريع، وعلى رأسهم شيخنا الجليل علامة سيدي مصطفى أبو الحيوي حفظه الله. الوضوء سابق في التشريع بالسنة، ثم نزلت آية التيمم في سنة السادسة على رأي مرجوح، والخامسة على رأي راجح إن شاء الله تعالى كما رأينا. وكان قبله الوضوء قد شرع، كان الوضوء قد شرع، وجاءت آية الوضوء في المائدة متأخرة لتقرر وتؤكد ما شرع بالسنة. والغاية هو أن يكون الوضوء مشروعا بالكتاب والسنة، أن يكون تشريعه متلوا، لأن آية المائدة جاءت في سياق الامتنان، الله عز وجل أراد
أن يعدد النعم والأنعم على عباده. من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تميزت باليسر والسهولة والسماحة وبرفع الضرر، حيث راعت أحوال الناس، راعت جميع أحوالهم وما يتعلق بحياتهم، فخففت عنهم في أحكام شتى من أحكام شريعتهم. ومن مظاهر التسيير التيسير في الشريعة الإسلامية التيمم، فقد شرعه الله سبحانه وتعالى تيسيرا على المكلف ودفعا للحرج عنه. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحكمة من مشروعية التيمم، وذلك في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية بيّنت الحكمة من مشروعية التيمم، وذلك في بيان وفي إيضاح جلي. والآية رفعت الحرج في قوله تعالى: ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، وهو الضيق والمشقة. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم. هكذا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله. إذن الآية أباحت التيمم عند المرض وعند فقد الماء من باب التوسعة على الأمة الإسلامية، وسنبين إن شاء الله تعالى موجبات التيمم. نعم، أباحت ذلك من باب التوسعة ومن باب الرحمة، وجعل الله تعالى في حق من شرع له يقوم مقام الماء، في معنى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثانيا، إرادة التطهير لقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: ولكن يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من الوضوء من الأحداث ومن الغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء، فتنظفوا وتطهروا بها أجسامكم من الذنوب. نقول عند عدم الماء حقيقة أو حكمة، سنوضح هذا إن شاء الله تعالى. ثالثا، إتمام النعمة لقوله تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله تعالى يتم نعمته علينا بإباحته لنا التيمم، وبأن صير لنا الصعيد الطيب طهورا، ورخص لنا ذلك مع سائر نعمه التي أنعم بها علينا. لهذا قال: لعلكم تشكرون. نعم، لعلكم تشكرون الله على نعمه التي أنعمها عليكم بطاعتكم إياه، كما قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم التيمم منه منة وفضلا، ودفعا للحرج ودفعا للضرر والمشقة. ولو شاء الله تعالى ضيق علينا، ولكن الله تعالى بالناس لرؤوف رحيم. ومن أهم الحكم التي يمكن أن نذكرها على وجه الاختصار في مشروعية التيمم من غير ما سبق ذكره، أن الله تعالى لما علم من النفس الكسل، ولما علم من النفس الميل إلى ترك الطاعة، لما علم الله سبحانه وتعالى من النفس الميل إلى ترك الانضباط والامتثال والطاعة، شرع لهم أو شرع لها التيمم عند عدم الماء، لئلا تعتاد ولئلا يعتاد الناس ترك العبادة فيصعب عليها معاودتها عند وجود الماء. نعم، فالإنسان إذا لم يجد الماء مثلا عند صلاة الظهر وعند صلاة العصر، ثم وجد عند صلاة المغرب، فربما وجد مشقة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر.
ثم كذلك ليستشعر الإنسان بعدم الماء موته، يستشعر الإنسان موته وهذا ذكرناه، ويستشعر كذلك بالتراب إقباره فيزول عنه الكسل، ويكون العمل سهلا، يعني يسهل عنه ما صعب من العمل. ثم كذلك يحقق معنى الطاعة ومعنى الخضوع لأمر الله عز وجل، ويحقق الإذعان لشرعه بتحقيق وامتثال ما أمر الله عز وجل به. ثم الله تعالى أزال كذلك الحرج النفسي، لأن الإنسان اعتاد أن يتوضأ كي يصلي، فإذا لم يجد الماء سيجد حرجا نفسيا، فلهذا جاءه الله سبحانه وتعالى ببدلين عن الوضوء. ثم من الحكمة في كون التيمم بالتراب أو بالصعيد كما سيظهر لتوفره، فلا يكاد يخلو منه مكان، فالأمر ميسر بإذن الله تعالى. ولم يأمر الإسلام إلا بالمسح دون التمرغ، دون التقلب في التراب، ودون التعفير الذي هو التمريغ في التراب. نعم، فإذا أمرنا بالمسح فقط، أن نمسح أعضاء الوضوء في التراب لأن فيه حرجا ومشقة على العباد، فلهذا أمرنا بالمسح دون التمرغ ودون التعفير. ثم كذلك من هذه الحكم أن في التيمم بالتراب شعورا بالذل لله عز وجل، وبالتواضع لله تبارك وتعالى، وبالافتقار إليه. ثم كذلك إن الغرض من التيمم التخفيف والتيسير، ولهذا نجد أن الشارع الحكيم جعل المسح في التيمم قاصرا على بعض الأعضاء دون بعض كما سنرى بعون الله عز وجل، دفعان للحرج والمشقة في تعميم لسائر الأعضاء، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمة الله عليه، أي جعل الله سبحانه وتعالى في عضوين، قال هذا موافق القياس والحكمة، فإن وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب. ثم بيّن الحكمة في تخصيص العضوين بالمسح، ففي تتريب الوجه قال فيه من الخضوع والتعظيم لله، ومن الذل له والانكسار له سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا قال يستحب للساجد أن يترب وجهه لله لما كانت المساجد كذلك، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه قد سجد، رأى بعضهم بعضا قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية، فقال ترب وجهك، وهذا المعنى لا يوجد في تثريب الرجلين، وهذا لما كانت المساجد غير مفروشة. ثم ذكر حكمة الموافقة في القياس، قال وأيضا فموافقة القياس من وجه آخر، وهو أن التيمم جعل في العضوين المغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين، فإن الرجلين تمسحان في الخف مثلا بشروطه، وإن الرأس كذلك يمسح عند بعض يعني الأقوال عند بعض المذاهب بشروط ذلك أو بشروط أوضحوها في كتبهم في العمامة، فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو، إذ لو مساحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما، بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو أعدل الأمور وأكملها، وهو الميزان الصحيح. وبهذا على وجه الإيجاز يتضح جليا رحمة الله تعالى بعباده حين شرع لهم التيمم، حتى لا ينقطع الإنسان عن عبادة ربه، وإنما يعبده ويتقرب إليه في كل مكان وعلى كل حال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كلما ازداد أمر
عبده ضيقا وحرجا زاد له فرجا ومخرجا، جعل الله عز وجل من كل جعل لنا من كل ضيق مخرجا. آمين آمين. نقف عند هذا الحديث، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.